الراجل اللي بيجعر لي في الميكروفون ده، وانت مش سامع صوتك ولا انت قاصد تعمل كده؟ وصف الاذان بهذه الاوصاف، انا مش هقول هي وصفة اذان، هي قد تصف صوتا لكنه وصف خطأ ولا يصح، ووصف يعني غير مؤدب في التعامل مع هذه القضية. فليس من حقك كويس أن تتجاوز الأدب في الحديث بحجة أن في خطأ عندي أنا عاوز أصلحه. إيه اللي اتعلمتي منها؟ يعني إزاي بتحافظوا على جمالكم؟ الأكل مهم جدا. كلنا بنقول ده، وكل الناس اللي علقت في اطفال بيصحوا مفزوعين. ده جعير؟ بنعتبر ده كله جعير؟ سيبوا الدين في حاله. سؤالي لحضرتك، هو دين حضرتك اسمه ايه لما بتعتبري كل ده جعير؟ كمواطن مصري، طول ما انت مصر على انك تسمع ده وتسكت، على الاقل انتفض، قول لا، قول لا، قول التهريج مش للدرجه دي.